نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في محافظة المنوفية تم تنظيم قافلة علاجية مجانية لعمال منظومة النظافة. في مطروح تم توزيع وزراعة 65 ألف شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة. كمان في سوهاج تم فتح 11 مركز شحن لعدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة العيد. أما في الشرقية فتم افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية دشنت المحافظة القافلة الطبية لعمال منظومة النظافة، تتضمن توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في جميع التخصصات، فضلاً عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لتقديم الدعم اللازم والإمكانيات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة. وفي مطروح أعلنت المحافظة أنه تم توزيع وزراعة 65 ألف شجرة مثمرة من الزيتون تروى على مياه الأمطار وغرسها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن. وفي سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من السبت 15 يونيو حتى السبت 22 من نفس الشهر لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع. وفي أسوان أعلنت المحافظة عن تخطي المستهدف في توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 105.8%، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 388 ألف طن في حين أن المستهدف 366 ألف طن. تستكمل اللجان الفرعية جهودها في المواقع التخزينية التي ما زال بها مساحات تخزين، بينما تم إغلاق ثلاثة مواقع لاكتمال السعة التخزينية. وفي المنيا أكدت المحافظة أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية حلوة بمركز مطاي خلال يومين، حيث تم الكشف الطبي على 1716 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي الدقهلية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن تخصيص 55 عجل بلدي سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة. وفي الشرقية افتتحت المحافظة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة بعد تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، حيث تم تزويده ب 17 جهاز حاسب آلي و17 طابعة و17 جهاز ماسح ضوئي، ويضم 10 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين.